كانوا 2015 أو حكاية الكان، مسلسل على الطريقة الهوليوودية بتمثيل مغربي يصنع الحدث في القارة السمراء. قرابة شهرين يفصلون عن صدور هذا المسلسل، والبلد الذي يحتضنه يبقى مجهول. هي إذن حكاية تنظيم كأس إفريقيا والبلد الذي سيحتضنها، وبعد عدم احترام المغرب لالتزاماته يبقى البلد الذي يعوض هذا الأخير مجهولا، مما يخلط حسابات الفرق التي ستشارك في هذه التظاهرة وتجبرها على انتظار صدور قرار من الكاف بشأن البلد الذي سيحتضن العرس القاري. مسؤولو المنتخب الوطني والمنتخبات التي لم يبقى لها الكثير لضمان تأهل تتساءل عن مكان إجراء تربصاتها، بما أن مكان التربص يحدده مناخ البلد المستضيف. هذا ما أكده المدرب كريستيان غوركيف. Évidemment, on est tous dans l'attente de la décision de la CAF, donc ça on en saura plus peut-être dans l'après-midi. Donc on s'adaptera de toute manière à la décision, sachant que pour nous, bien sûr, c'est un regret de pas si elle n'a pas lieu au Maroc à la date fixée, parce que bon, c'était pour nous bien sûr l'idéal, et donc on attend la décision avec beaucoup d'impatience. مسلسل كان 2015 وبعيدا عن البعد التقني والتحضيري يعطي صورة سوداء لقارة لطالما ظلمت إعلاميا. ها هو المغرب بتصرفه يعطي الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالقارة الإفريقية لضربها في الصميم.